ومن جانب اقتصادي أكد سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية أن مملكة البحرين من خلال استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 استطاعت أن تحقق عوائد اقتصادية وأن تنعش قطاع السياحة والفنادق. الأرقام تزيد مردود كبير، الأرقام ملايين اللي المملكة تستفيد من هذا الفترة. والسنة أول سنة إن احنا السباق 4 أيام، فعدد الجماهير اللي بتكون في البحرين بعد زادت بيوم، فتوقع أنه بيكون مردود اقتصادي أكبر. وأوضح الشيخ سلمان أن الجمهور على موعد مع قصص جديدة هذا العام، وسيشهد السباق مفاجآت كبيرة تشمل فعاليات ترفيهية ومهرجانات ومشاركة متسابقين جدد في هذا السباق. في قصص حلوة في الفورمولا 1، جورج راسل ويا فريق ويليامز أول مرة بعد روكي، لاندو نوروس في فريق المكلارن بعد أول مرة بيشارك في فريق فورمولا 1. فبالعكس في فرق جديدة، فورس انديا صار ريسينج بوينت ويا سائقين، فبالعكس السنة يعني فرق جديدة وسائقين اللي أهم يبون يثبتون روحهم في هذه البطولة. طبعا السنة احنا ركزنا من ناحية الفعاليات أو البرامج الترفيهية في الحلبة، عندنا خلينا نقول احتفال كبير من ناحية الألعاب اللي موفرينها حق الأطفال وحق بعد الكبار. عندنا فيرس ويل عجلة مدورة عودي حوالي 40 متر، فيها 27 خلينا نقول أو مركبات اللي الناس تركب فيها، كل مركبة تأخذ 6 أشخاص ويفترون على هذه العجلة رفيعة 42 متر ويشوفون الحلبة بنفس، يعني هذا شيء جديد. خلينا نقول يعني الفعالية أو البرامج الترفيهية كأنها برامج كرنفال وفيها الألعاب المختلفة حق الشباب، هذه مركزين عليه السنة. طبعا الحفلات الغنائية من أفضل السنوات ويا دي جيز مارتن جاركس وكايغو.